فريق الزمالك في اول كوره اول خطوره هدف سريع وهدف مصطفى شبي امكانيه التصويب ممتازه التمريره والهدف الثاني والهدف الثاني عبد الله نيمار عرضيه كوره خطيره ما زالت الكرة في مناطق الزمالك خطيرة وهدف تعال ماتيو سينيو التصويب مرة أخرى سرعة الأدوار الدفاعية عبد الله شمعة وهدف تعادل ممتاز الاستلام يتابع محمد الزمالك هو ثلاثة من جانب المرتف رؤى ممتاز التمرير هذا الرابع هذا الرابع التصويب والهدف الرابع الهدف الرابع والهاتريك ناصر منسي